مع مجموعة تانية من أقوال الآباء اللي بتتكلم عن الفرح وتورينا حاجات من أسباب الحزن وأسباب الفرح. الحقيقة النهاردة اخترت قولين لاتنين أباء معاصرين، واحد منهم الأولاني للمتنيح الأنبا بيمن أسقف ملاوي أنصنة، كان بيقول: إن كان الفشل والإحباط أهم مصادر الحزن الإنساني، فإن التسليم والطاعة الكاملة لمشيئة الله هما أكبر مصدر للفرح. العنوان جميل وبيقول: إن كان الفشل والإحباط أهم مصدر للحزن الإنساني. طبيعي أن الإنسان لو فشل أو جاله إحباط يحزن حزن إنساني. حزن إنساني يعني بشري، لأن طبيعي ما حدش هيفرح لما يخسر حاجة يعني. لكن يكمل يقول: فإن التسليم والطاعة الكاملة لمشيئة الله. يعني إيه تسليم وطاعة كاملة لمشيئة الله؟ يعني أنت عملت اللي عليك ومشيت زي ما وصيت ربنا بتقول لك، لكن انت مطيع لكلمة ربنا ومسلم الامر لربنا وعملت اللي عليك، سلمت لمشيئة الله، يعني قلت له لتكن مشيئتك، هما اكبر مصدر للفرح حتى لو كانت النتائج مش زي ما انت متوقع او عكس توقعاتك. قول بعد كده للبابا شنودة يقول: يوجد فرح في الانتصار على النفس وعلى فخاخ الشياطين، إنه فرح الغالبين الذين انتصروا ليس على غيرهم وإنما على أنفسهم، وانتصروا على الإغراءات والشهوات وكل الضعفات. الفرح بالنمو الروحي، الفرح بمعرفة الله ومذاقة الحياة معه، إنه فرح دائم إن نلتموه لا ينزع منكم، أما أفراح العالم فكلها مؤقتة وزائلة ومادية. الفرح الحقيقة اللي احنا بندور عليه، مشكلته انه ساعات كتير جدا ناخد افراح من بتاعة العالم. لكن قداسة بابا شنودة كان بيتكلم بقى في انواع من الفرح اللي هي تستمر وتقعد. يقول: فرح في الانتصار على النفس، وكأنه بيأكد لنا كلمة سليمان الحكيم لما بيقول: مالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. انتصرت على نفسك يعني عملت سيلف كنترول، قدرت تسيطر عليها، تضبط نفسك، تضبط انفعالك، تضبط شهوتك، تضبط لسانك. والحقيقة الحاجات دي فرح في الانتصار على النفس. أنا تحت ضعف معين لكن النهاردة انتصرت. فرح في الانتصار على فخاخ الشياطين. أنت عارف أن الشيطان عدونا كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه، فعمل لك فخ وبدار عليك يوقعك فيه إزاي. فأنت عديت من الفخ ده، تقول مع المزمور: الفخ انكسر. إنه فرح الغالبين الذين انتصروا. فرح بواحد انتصر، مش انتصر على غيره، انما انتصر على نفسه وانتصر على كل الاغراءات والشهوات والضعفات اللي بيحاول الشيطان يوقعه فيها. وقدم لنا قداسة بابا نوع من الافراح تانية، يقول: فرح بالنمو الروحي. احساسك انك بتكبر، احساسك انك انت سنة عن سنة بتنمو في معرفة الله، بتزيد في قربك منه. فرح بمعرفة الله يعني ابتديت تقرب من ربنا وتعرف اكتر ربنا، فبالتالي تلاقي نفسك مش بتنزعج بسرعة، مش بتلوم الظروف، مش بتتضايق. يعني الحياة صغيرة جدا لانك انت معاك الكنز الحقيقة اللي ما يزعلش. وفرح بمذاقة الحياة معه، وكأنك دقت لحظات من الأبدية حتى انت نفسك ما تعرفش توصفها، لان دي اللي اتقال عنها: ما لم ترع عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. دقت حلاوة الحياة معاه. وساعتها يقول انه فرح دائم. صدقوني حتى لو الواحد بعد فترة اتعرض لضيقات او مشاكل وتذكر هذا الفرح، مجرد تذكر الفرح ده تخليه ينبسط جدا ويفرح. يقول: ان نلتموه لا ينزع منكم، مفيش حاجه تضيعه، اما افراح العالم فكلها مؤقته وزائله وماديه. مؤقته ليها وقت وهتنتهي، زائله هتنتهي، وماديه ملموسه، ولكن الفرح الغير محسوس، الفرح السماوي هو الاهم. ده كلام ناس دقت الفرح الحقيقي وعاشته.